نمشي مقضينا. اهلا بيكم في الفقره الاخيره من حلقه اللادي كالعاده كل يوم اثنين. الحقيقه بيلتزم الاستاذ محمد الهامي الا اذا كانت الظروف ضغط عليه، وضيفت في فقره اسمها يوما ما اللي ضيفتنا فيها او مش ضيفتنا هو يعني صاحب الفقره الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. كنا صح قلنا ان الناس هتطلع على الفيس، يعني ايه اهم الموضوعات اللي انتوا عايزينها، الموضوعات اللي هم حابين نتكلم فيها يعني، والناس اقترحت. انتوا بقى الكلام طيب. ده عندكم. كنا يعني كنا اقترحنا او يعني سالنا الناس على السوشيال ميديا على صفحه الفيس تختاروا ايه المواضيع اللي نتكلم فيها مع الاستاذ الهامي، فالناس اختارت مجموعه مواضيع. هنشوف كده اختيارات الناس ايه. اهو فقرة يوما ما يوم الاثنين القادم هتكون بناء على مقترحاتكم، شاركونا بالموضوعات اللي تحبوا نتكلم فيها مع الباحث محمد الهامي. نشوف كده يعني اقتراحات. عبده بيقول أرجو التحدث عن فترات ضعف الأمة الإسلامية وانتشار الظلم فيها وكيف بدأت أركانها تعود لتقضي عليه بما يتماثل مع واقعنا. طب وده الموضوع ده ما عجبكش انت وطه في ايه؟ لا مش قصة ما عجبنيش، هو الحقيقة يعني طبعا انتوا عندكم ما شاء الله فيس وتويتر ويمكن كمان انستجرام. لا انا ما عنديش انستجرام. فهو جاب لي كده مجموعة عناوين. قال لي دي اكثر الطلبات اللي الناس تكلمت فيها يعني. اي. واخترنا منهم موضوع تكرر الطلب عليه وهو تكرر الموضوع يا ولا طه اللي اجبرك على الاختيار؟ لا والله هو قال لي دي الموضوعات اللي تكررت. مجايز مش دي الموضوعات، وهو الراجل يعني جايز بقى انتوا عندكم في القناه تعملوا تحقيق وتفصلوهم. جايز انت بتحب الموضوعات اللي نتكلم عنها؟ لا احنا ممكن انا بقى يعني بالشفافيه امام الجمهور اطلع لكم رساله الواتس وتشوفوا. لا مش قصدي. لا مش قصدي لا ولا قصدي، انا قصدي اقول انه جايز انت بتميل ساعات الواحد يميل يعني ما عارفش اتكلم طبعا هو حاجه كتير. اي حد طبعا اي حد بيميل لموضوعات معينه. اي وبالتاكيد برضه في موضوعات انا ما اقدرش اتكلم فيها. طب ده التحدث يعني اللي بيقوله عبد ده فترات ضعف الامه الاسلاميه ده ممكن برضه، بس يعني موضوع حلو والله في مراحل لاحقه ان شاء الله. وعايز يقول لك ان نتكلم عنه ونماثله مع الواقع دلوقتي. نعم هو بشكل عام علشان احنا قلنا المره اللي فاتت ان التاريخ سنن تتكرر. فبشكل عام فترات الضعف فيها تشابهات. أيوة. حتى فترات الضعف خوة. بين الأمة الإسلامية والأمم الأخرى تتشابه. نعم تتشابه برضو. متشكرين يا عبدو، بس أوعدك يا عبدو إن شاء الله هنتكلم في الموضوع ده. بشكرك يا عبدو. عبد العزيز بيقول عاوزين حلقة عن الصراعات. تعرف عبد العزيز أحمد ده اسمه ممثل مصري بحبه قوي، كان في الأربعينات والخمسينات. بيقول عاوزين حلقة عن الصراعات والأزمات اللي تمر بها الأمة برضو قبل قيام دولة الخلافة من أول الدولة العباسية زي عبدو برضو. نعم. واضح ان في كده حاجه كده. طه بقى ما كانش امين في النقطه. طيب ماشي اللي بعد عبد العزيز. شكرا عبد العزيز جدا. محمد جمال المعارك الفاصله في التاريخ ظلمت الاسلامي. ظلمت الراجل ظلمنا طه. طب ادي واحد الاستاذ محمد بيتكلم على المعارك الفاصله. شكرا واضح انك انت اللي كسبت النهارده يا استاذ محمد. اتفضل اللي بعد استاذ محمد. مين يا فندم؟ غسان درويش بيقول السلام عليكم ورحمه الله. اعتقد انه بسبب الظروف المتشابهه لما نعيش اليوم وما كانت الامه تعيشه قبل وابان الحروب الصليبيه، ارى من المناسب ان يشرح لنا الاستاذ تاريخ الحروب الصليبيه حتى نتعلم كيف يمكن القضاء على الكيان اللقيط اسرائيل. ده موضوع كويس. ده برضه داخل في المعارك الفاصله في التاريخ الاسلامي طبعا. ده هنجيبه. ماشي يا استاذ غسان بشكرك جدا. اللي بعده الاستاذ غسان. جوجه صح. الفتوحات الاسلاميه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وبطولات المسلمين الاوائل. صحيح ده برضه المعارك الاسلاميه. احمد محمد الشاهد عايزين نتعرف على معركه عين جالوت بين المسلمين والتتار وكيف دارت واهميتها السياسيه ومدى تاثيرها على مستقبل الاسلام ومصر. طيب الراجل كان امين في النقل اهو. طب الموضوع ده هنتكلم عنه يعني؟ ما هو نعم. المعركة عين جالوت طبعا من المعارك من اهم المعارك الفاصله في التاريخ الاسلامي. طيب ماشي يا احمد احنا متشكرين جدا. انت كنت معانا على فكره، كانت معانا البنوته دي في السوشيال بتقول عند كتاب التاريخ الفتوحات الاسلاميه في شمال افريقيا هل فعلا كانت فتوحات باسم الاسلام ام غزوات كما يرى البعض لملء خزينه الدوله؟ وهل تم الاعتماد فقط على ما تركه الفاتحين او الغزوات لتاريخ هذه
الفترة فقط أم تم الأخذ بكتابات السكان الأصليين؟ نعم برضو ده يدخل معنا في المعارض يعني هنرد عليها إن شاء الله. طيب شكرا يا زفت النهاردة معنا مرتين أهو. طيب اللي بعدها زيزي، اسمها زيزي أو زازي. اللي بعدها في حد بعدها؟ لما تقول لي آخر حاجة. طيب طيب على كل حال يعني الغالبية للمعارك بقول لك انت ظلمت الراجل. لا وظلمتك انت، انا كنت بشك انك انت بتنيل الكلام في المعارك اكتر، مع ان شكلك مش بتاع معارك. لا والله يعني مش قصة معارك او مش معارك، هو في النهاية بشكل عام المعارك هي التي ترسم مصائر الامم. يعني كل امة كل تاريخ هتلاقي دايما اي دولة قامت لها معركة استقلال او تحرر ولها معركة انهيار. يعني صفحة تاريخ أي أمة بتبدأ بحرب وتنتهي بحرب، مفيش فيد أوت. يعني مفيش أمة كده تروح كده في الظلام كده واحدة واحدة تسقط، تبدأ بسلم وتنتهي بسلم. يعني لا 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 مفيش. لا هو حتى لو بتتلاشى تدريجيا لازم لقطة النهاية دي يبقى أن يتغلب عليها آخرون. محتل غازي. نعم. بتاع نعم. طب السؤال بقى إيه اللي بيخلينا نقول المعركة دي فاصلة ودي مش فاصلة؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا من أهم معايير أو أن أنت تقول المعركة دي فاصلة ولا مش فاصلة أن اللي بعدها يبقى مختلف تماما عن اللي قبلها، يعني يبقى مختلف بدرجة كبيرة. يعني تستطيع هذه المعركة أن ترسم خريطة أخرى، ترسم جغرافيا أخرى، ترسم موازين قوى أخرى. زي مثلا الحرب العالمية الثانية. ليه الحرب العالمية الثانية شيء مؤثر تماما في العصر الحديث؟ لأن القوة العالمية فيما قبلها غير القوة العالمية فيما بعدها. بس كان في حرب عالمية الأولى، والحرب العالمية الأولى برضو مؤثرة. ليه؟ لأن قبلها كان في قوة عالمية، خريطة للقوة العالمية اختلفت عن خريطة القوة العالمية اللي بعدها. فهكذا كل معركة بتبقى فاصلة بقدر ما رسمته من صعود وانهيار قوة جديدة، أو بقدر ما حققته من صعود لقوة معينة. يعني وارد ما تكونش معركة ينهار فيها تماما طرف أو ينتصر فيها تماما طرف، لا، لكن الميزان بينهم يختلف اختلاف واضح. دي برضو بتبقى معركة فاصلة. علشان طبعا المعركة الفاصلة بتبقى ثمرة معارك جزئية صغيرة وتطورات كتير، وده أمر يختلف فيه المؤرخين والباحثين والمحللين. لكن المعركة دي بتبقى علامة على لحظة اختلاف، فعلشان كده بتبقى المعركة الفاصلة يؤرخ بها. زي بلاط الشهداء في زي بلاط الشهداء. بلاط الشهداء معركة فاصلة ليه؟ لأنه توقفت الفتوحات الإسلامية عند باريس. بلاط الشهداء دي بواتيه جنوب باريس. فهزيمة المسلمين في بلاط الشهداء تسببت في وقف الفتوحات الإسلامية في أوروبا. فدي معركة فاصلة عند المسلمين وعند الأوروبيين. حصار النمسا مثلا الذي فشل فيه العثمانيون، ده معركة فاصلة، لأنه عندما عجز العثمانيون مرتين عن اقتحام فيينا خلاص كده بدأ ينقلب ميزان الدولة العثمانية مقابل القوى الأوروبية. وهكذا مثلا فتح القسطنطينية ليه بيبقى معركة فاصلة؟ لأنه قبله كان فيه إمبراطورية بيزنطية، بعده ما فيش إمبراطورية بيزنطية. وهكذا. طيب إيه لو حبينا نبدأ التاريخ؟ احنا قلنا بلاط الشهداء كانت آخر معركة بعدها التاريخ الإسلامي أو الفتوحات الإسلامية وتوقفت. إيه أول معركة في يعني هنبدأ من أول معركة في السيرة النبوية بقى. نعم. مش كده؟ إيه أول معركة يعني في السيرة النبوية؟ السيرة النبوية مثلا فيها 28 غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم 10 سنين، يعني 10 سنين بعد فترة المدينة اللي فيها الغزوات غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم 28 غزوة. لكن لو قلنا ايه هي المعارك الفاصلة، الغزوة دي اللي بيطلع فيها النبي نفسه. نعم. او يأمر بها يعني او يدبر لها، يعني زي مؤتة مثلا. غزوة مؤتة سميت غزوة رغم ان النبي لم يخرج فيها بنفسه، لانه وضع قواعده. قال الامير فلان، فان قتل ففلان، فان قتل ففلان، فان قتل فليختر المسلمون. لما قسمهم زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. 28 غزوة. لكن لما نقول ايه هي المعارك الغزوات الفاصلة فيهم، هنلاقيهم خمسة من 28. من 28 في خمسة هم المراحل الفاصلة اللي حال الدولة الإسلامية قبلها مختلف تماما
بدرجه واضحه وكبيره عن حالها بعدها. اللي هم ايه الخمسه بقى؟ اللي هم ايه الخمسه؟ اللي هم غزوه بدر وغزوه الاحزاب وصلح الحديبيه وفتح مكه وغزوه تبوك. وصلح الحديبيه كان غزوه؟ صلح الحديبيه بيعتبر غزوه ويعتبر من اللحظات الفاصله. احنا ايه اللي خلانا طيب نختار الخمسه دول؟ يعني اشمعنا الخمسه دول؟ لان كل واحده من الخمسه دول احنا عرفنا انها فاصله من وصف الله تبارك وتعالى لها او وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها. يعني احنا في اختيار هذه المعارك متأملين للقرآن والسنة، مش محللين يعني، او يعني دي امور ما خرجتش عشوائي بالتحليل او بالتحليل، خرجت بالمعلومة. اديني برضو مثال. يعني مثلا غزوة بدر سماها الله تبارك وتعالى يوم الفرقان، وافرد لها حديثا في كتابه في سورة الانفال وفي سورة آل عمران، فدل هذا على انها غزوه مهمه وفي غايه الايه. عشان انا حديث سوره الانفال تقريبا كلها عن غزوه، كلها عن غزوه بدر تقريبا يعني، الا الجزء الاخير. وهناك ايات من آل عمران ايضا قبل ان يذهب الى الحديث عن معركه احد، فيه تذكير بالنصر الذي كان في بدر. معلش انا هكتبهم وراك تاني، بس قولهم لي كده. الخمسه كانوا ايه؟ غزوه بدر، بدر والاحزاب او الخندق، صلح الحديبية، ماشي، فتح مكة، تمام، غزوة تبوك. الخمسة دول نقدر نقول إن اللي يعرفهم ويستوعبهم من 28. من 28 يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمل 28 غزوة. نعم. اللي أنت عايز تسجلهم، اللي أنت شايف إن هم فاصلة، يعني اللي هم الخمسة دول، وفاصلة تيجي طبقا لمعايير قرآنية. نعم، قرآنية ونبوية. تم أحد جت في القرآن. أيوة نعم، لكن لو احنا تأملنا في غزوة أحد هنلاقيها جت في القرآن لكي تعطي دروسا للمسلمين، لكن ما اختلفش فيها حال المسلمين قبلها وبعدها من ناحية القوة والوجود والمكانة السياسية. يعني صحيح في هزيمة أشبه بالنكسة، لكن ما نقدرش نقول انه تضعضع حال المسلمين او انهارت الدوله الاسلاميه او خسرنا مكاسب، وما نقدرش نقول كذلك ان قريش استعادت المكاسب اللي كانت قبل احد، ما نقدرش نقول كده، ما فيش كده. بل انه النبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم من غزوه احد غزا غزوه حمراء الاسد. تمام؟ كانت غزوه اشبه بالدفاعيه وانسحبت امامه قريش، يعني كان المعركه انتهت لا غالب ولا مغلوب. فعلشان كده غزوه احد ما يعني تقدرش تقول انها مرحله فاصله، لكن انا بقول لك الخمسه دول اذا استوعبهم الانسان بيبقى تقريبا رسم مسار السيره النبويه. المعايير بتاعتهم الوحيده انها ذكر، انهم ذكروا في القران، ان القران او النبي او كلاهما معا عبروا عنهم باللحظات الفارقه. يعني غزوه احد، غزوه بدر، أن سماها الله تبارك وتعالى يوم الفرقان، قال وما أصابكم يوم الفرقان يوم التقى هذا في آية أخرى. إنما سماها الله تبارك وتعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فسمى هذه الغزوة بالفرقان. طب والأحزاب؟ الأحزاب سماها الله تبارك وتعالى بالزلزال الشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. هي دي اللحظة الفارقة، إنه بعد انتهاء المعركة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه هي خاتمة الهجوم على الدولة الإسلامية والعاصمة الإسلامية. الهجوم، خاتمة الهجوم عليها. وبداية هجوم الدولة الإسلامية وتوسعها. يعني زي ما بنقول كده إحنا بقينا الأعلى. نعم، الآن نغزوهم ولا يغزونا. طيب، لأنه غزوة الأحزاب دي بدأ فيها أو تحقق فيها واضحا استحالة القضاء على الدولة الإسلامية، لأنها كانت أعلى لحظة لتجمع الكفر. يعني الكفار جمعوا فيها أقصى ما يستطيعون جمعه، وعجزوا عن اقتحام عاصمة الدولة الإسلامية اللي هي المدينة المنورة. فبالتالي حيث تحقق العجز، أنت عارف الدول إما في صعود أو هبوط، ما فيش حاجة ساكنة في عالم السياسة يعني. فحيث لم يستطيعوا القضاء على الدولة الإسلامية، فهنا بدأت لحظة تمدد الدولة الإسلامية وتوسع الدولة الإسلامية. تمام. صلح الحديبية، صلح الحديبية سماه الله تبارك وتعالى الفتح المبين، رغم أنه صلح وأنزل فيه سورة الفتح،
وبدايتها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقصد صلح الحديبية. هذا هو وصف الله تبارك وتعالى له، الفتح المبين. فتح مكة، فتح مكة طبعا هذا أمر مشهور بقى بالعقل وبالقرآن والسنة، ويعني أشهر ما فيه قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذا هو الفتح الذي صار به الإسلام القوة الوحيدة الموجودة في الجزيرة العربية. طيب غزو تبوك، غزو التبوك كانت بداية الصراع العالمي. إزاي؟ بداية مواجهة الروم، خروج المسلمين من قوة إقليمية ودخولهم في خريطة النظام العالمي إن صح التعبير. لأنه في هذه المعركة خرج 30,000 من المسلمين لقتال الروم، القوة العظمى في ذلك الوقت، وكان هذا أمر تتهيبه العرب. محدش طبعا بيفكر يواجه الروم، لأن الروم إيه، بل إن الروم كانوا بيستعبدوا العرب اللي موجودين في شمال الجزيرة العربية أو في الشام. فهذه المعارك الخمسة تقدر ترسم بها حدود السيرة النبوية. يعني معركة بدر تحول بها المسلمون من، يعني بالتعبيرات المعاصرة كده، من دولة مارقة، من خلية إرهابية، إلى قوة إقليمية. مع انه ما كانش قصدهم يغزو، ده ما كانوش قصدهم، مع ان ما كانش قصدهم يغزو، نعم. وهذا تدبير الله تبارك وتعالى، لان الله تبارك وتعالى يقول في هذا: واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم، يعني العير او الجيش، وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. انتوا كنتوا عايزين العير. القافلة، ما كنتوش عايزين تواجهوا الجيش. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فهذا كان تدبير الله تبارك وتعالى. يعني القرآن الكريم بيخبرنا ان المسلمين كانوا عايزين القافلة، نعم، العير، نعم، لكن الله يقدر لهم ما كان خيرا لهم من إرادتهم لأنفسهم. طب خلينا نقف معاك برضو عند دي. ماذا لو احنا بنقع في التاريخ بمزاجنا، يعني ماذا لو انه المسلمين خدوا العير واكتفوا بالعير؟ كانت هتبقى غارة كغارات العرب على بعضهم البعض في ذلك الوقت، ما كانش هيبقى لها نتائج سياسية كبيرة. لكن النتيجة السياسية الكبيرة اللي ترتبت على مواجهة الجيشين، إن هذه الدولة التي نشأت في المدينة من المهاجرين صارت قوة إقليمية تستطيع أن تخوض حربا وهي غير مستعدة لها، ضد قريش سيدة العرب في حرب هي تستعد لها وتهزمهم. فهنا عارف أشبه بإيه مع الفارق الضخم، يعني أنا أؤكد على الفارق الضخم، يشبه مثلا الحصار بتاع قطر الأخير. يعني قطر محدش، ولا حتى القطريين نفسهم، محدش كان يتصور أنها ممكن تصمد أمام السعودية والإمارات، مجموعة الدول، محدش ممكن. لكن لما حصل وصمدت تغير الميزان. طبعا في ظروف كتير طبعا، وفي وجود وضع دولي وامريكان وايران وتركيا بس انا بقول ايه، انه هنا يعني قبل الحصار غير بعد الحصار بالنسبه للوزن السياسي القطر، تمام. فهو اشبه بكده، انه دوله المدينه التي كانت تعتبر مشكله بالنسبه لقريش، مشكله وناس هاربين ومطاردين وضعفاء ولسه بيحاولوا يبنوا نفسهم، صاروا بعد سنتين وقبل ما نكمل السنتين عندهم قدرة على إخراج مجموعة مقاتلة ما كانتش أصلا يعني تنوي الحرب، لكن هذه المجموعة المقاتلة قادرة على هزيمة جيش قريش الذي خرج متسلحا له. أيوة، بس برضو هرجع أقول تاني، برغم إنهم ما كانوش عارفين، أو يعني كان في لخبطة، نقف ورا البير ولا قدام البير والحاجات دي، مش كان في كده كلام كده؟ ماشي، بس دي امور تكتيكيه. تكتيكيه، لكن انت لما بتتكلم عن الحديبيه، قصدي بشري، عكس الخندق، عكس الاحزاب. صحيح، الاحزاب ناس مخطط تخطيط كويس جدا، هنعمل خندق، هيجوا هنا ويقعدوا، يعني اشتغلنا على الخندق. لكن في غزوه بدر احنا بنتكلم ببساطه، يعني انا بتكلم ببساطه، في غزوه بدر المسلمين راحوا ثم طب نقف هنا، طب لو هي كده طب نقف هنا قدام البير فنمنع عنهم البير. يعني التخطيط العسكري لم يكن كامل أو جاهز. نعم، هم أصلا ما كانوش خارجين علشان يحاربوا، هم خارجين للاستيلاء على أموال هذه القافلة التي أصلا غصبت منهم قبل الهجرة،
لأن هذه القافلة كان فيها أموال المهاجرين، لأن المسلمين لما هاجروا الكفار استولوا على كل أموالهم وأملاكهم اللي في مكة، وبهذه الأموال تأجروا في هذه القافلة. حلو الكلام ده. تمام. يعني لما خرج المسلمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو هاجروا أو بعد كده أو في هجرات متتالية، نعم، زي ما عمل السيسي حط إيده على فلوس الناس في مكة. أيوة نعم. وخدوا فلوسهم وتجروا بيها. نعم. وبعدين فهذه القافلة كان فيها أموال المهاجرين، فلما خرج المسلمون كان همهم أن يأخذوا هذه العير، مش سرقة. لا طبعا مش سرقة، ده هو أصلا الحرب معلنة بين الطرفين. ده أولا. ثم إنه هذه العير فيها أموال المهاجرين التي غصبوها. أي. فأنا بس بقول إيه اللي حصل، إن المسلمين قبل غزوة بدر كانوا مجرد قبيلة من قبائل العرب إن صح التعبير. ماشي، أنت واقف عندي دي، أنا مش واقف عندي دي. أنا واقف عند طيب. معلومة قد تبدو لكتير إنها جديدة، وهي فكرة إن ليه طلعوا المسلمين بدر أصلا. نعم. يعني اللي أنت بتقوله ده، أنت أصلك اعتدت وعارف أنت المشكلة في الاعتياد. أيوة، إن أنا قلت إنك تحس إن المعلومة ما كناش عارفاها. والله ده أنا عارفها من تلت عدية دي، بس انت لازم تقدر ان في ناس فعلا ما تعرفها. صحيح صحيح. في ناس تعتقد انه المسلمين، اظن القافله كان عليها ابو سفيان مش كده؟ نعم. ففي ناس تعتقد انه القافله ان المسلمين كانوا جعانين وقاعدين عايزين يناوشوا الكفار، فلقوا عرفوا انه في اخباريه ان في قافله جايه، فراحوا طالعين واقفين للقافله عشان ينهبوها ونسرق وحاجات وناخد ونغتني. نعم. فابو سفيان عرف فلف من ناحيه تانية فقامت الحرب. في ناس عندها بدري كده. نعم. أنت اديني فكرة بس عن بدر. فكرة عن غزوة بدر. كتر خيرك يعني. طيب حاضر حاضر. بس احنا كده يعني انا كنت عايز اركز على مسألة اللي هي معركة فاصلة. والله. لكن هنركز وهنيجي للمنطقة. نروح للتمهيد ده. أنا. طيب احنا الاول متفقين ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو في مكة، لكنه وجه بالرفض من قومه حتى استقر الامر بعد 13 سنة في مكة الى الهجرة. كويس. فهاجر المسلمون من استطاع منهم، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في الحادثة المشهورة إلى المدينة. تركين أموالهم؟ طبعا تركوا أموالهم، بل إنه من استطاع منهم أن يأخذ ماله زي سيدنا صهيب الرومي تعقبه المشركون حتى أوقفوه في الطريق، قالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك. هو أصلا رومي من الروم، ما كانش من هنا يعني. وكان من هنا. فكان راجل بيتاجر وبجهده أو عرقه صار صاحب مال. كويس. خرج بماله فقالوا جئتنا فقيرا صعلوكا لا مال لك، والآن تخرج بمالك. قال أفرأيتم إن تركت لكم مالي تخلون سبيلي؟ قالوا نعم. فترك لهم ماله كله وخرج بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأه النبي وقص عليه القصص قال ربح البيع يا أبا يحيى. كويس. حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل قبيلة استولت على أملاك المسلمين اللي كانوا فيها وهاجر. تمام. حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم استولى عليه عقيل عمه. تمام. فلأجل هذا صار المسلمون الآن مهاجرين وذهبوا إلى المدينة، خرجوا بلا يعني خرجوا وتركوا أموالهم وممتلكاتهم، لأن أغلب الهجرة كانت هجرة سرية، لأن قريش كانت تمنع أصلا من الهجرة. فكان المهاجر يعمل احتياطات أمنية علشان بس ينفد بجلده، يعني يعمل الاحتياطات الأمنية دي كلها علشان ينفد بجلده. عشان هو نفسه يقدر يهاجر. في حدا يقولك طب يعني وإلا فهناك يعني من منع من الهجرة، كثيرون منعوا من في الهجرة. في حدا يقولك طب يعني ما يعني لو جاب شوال حط فيه شوية الحاجات الأموال والدنانير إيه المشكلة يعني؟ ما هو يعني هيضحك عليهم يعني؟ طبعا اساسا هم لا يعني المانع يعني مثلاً هل الاموال كانت كبيره يعني حد انا بقول لك حد يقول كده ما كانش في حسابات بنكيه طبعا يعرف يحولها زمان. يعني كانت الاموال هي الاموال المنقوله او ذهب او حاجات ولا كده. يستطيع ان يعني املاكه لا يستطيع ان يتصرف فيها، يعني ان كان له بيت ان كان له ابل ان كان له غنم كل ده لا يستطيع ان يتصرف فيه. ايوه كده كان. نعم. كويس ده. فسابوا اموالهم. نعم. فتركوا اموالهم لانهم كانوا يمنعون من الهجره. والقصه المشهوره انه سيدنا أبو سلمة مع زوجته أم سلمة خرجوا ليهاجروا، فأبو سلمة استطاع أن يفلت فجاء أهله، طبعا سيدة أم سلمة معها ابنها الرضيع، فأخفى انتزعوا منها ابنها، قالوا هذا ولدنا أنت عايزة تهجري هجري لكن ده ابن نحن. فظلت سنة كاملة تخرج إلى كل نهار إلى يعني مكان معين بظاهر مكة تبكي،
لان هي فقدت زوجها اللي هاجر وفقدت ابنها اللي خدوه اهل جوزها. طب وراحت فين بقى؟ ظلت في مكه بس خدوا من ابنها. خدوا منها ابنها حتى رق لها احدهم فقال يعني الا ترحمون هذه المراه فرقتم بينها وبين زوجها ووليدها. فالمهم توسط لها حتى ردوا اليها ولدها. ثم خرجت بنفسها مع الولد الرضيع ده لتهاجر صاحبها احد العرب وكان يعني من المروءه والشهامه بحيث انه صاحبها تطوعا من مكه الى المدينه. فانا بقول ادي صوره المهاجرين انهم خرجوا بلا اموال واحيانا لم يستطيعوا الخروج. يعني هناك من امسك بهم اهلوهم وقيدوهم ومنعوهم من الهجره. وهناك من سار في الهجره مسيرا وادركهم اهلوهم في الطريق ورجعهم تاني. يعني ابو جهل ادرك اخاه من امه عياش بن ابي ربيعه واحتال عليه قال له ان امك قد نذرت الا تغتسل والا يمسها الماء وان تجلس في الشمس والا تمتشط يعني ما تسرحش شعرها حتى تراك. فرق لها فعاد معه فقيده. فمسألة الهجرة نفسها كانت مسألة كانت أشبه بالعملية السرية. يعني والثروات وقتها كانت زي ما حضرتك بتقول إما نعم. إنها نقود أو إنها إبل أو غنم نعم. أو بيت يعني حاجات صعب تاخدها نعم معك. لا يمكن نقلها طبعا. وبالتالي بعد كده المسلمين حسوا أنهم لازم يستردوا حقهم. نعم مع وجود حالة الحرب المعلنة يعني حالة الحرب المعلنة التي بين المدينة التي صارت الآن الدولة الإسلامية وبين قريش التي تحكم مكة. هذه حالة حرب يستبيح فيها يعني المتحاربين دايما بيستبيحوا أموال بعضهم لأنه في حرب معلنة بين فلأجل هذا كان سبب الخروج إلى بدر. إلى بدر تمام؟ إن هم يأخذوا القافلة أن يأخذوا القافلة وكان فيها أموال المهاجرين. فربنا قال لهم الآية الكريمة نعم. فلكن أبو سفيان كان رجل يقظ وحذر فكأنه شعر انه يعني المدينه قد تهدده بشيء. فيعني بدون دخول في تفاصيل كده ادرك ان في سريه استطلاعيه خرجت من المدينه تراقب القافله ففهم الموضوع فارسل مباشره يعني رسولا الى مكه يخبرهم بخروج محمد لملاقاه القافله وسلك بها هو طريقا اخر غير طريق التجاره العادي. طبعا وصل اخونا اللي هو المندوب ده اسمه ضمضم ابن عمرو الى القرشيين وقال اللطيمه اللطيمه يعني ادركوا القافله محمد قد عرض لابي سفيان. فهاجوا وبداوا في تكوين الجيش. طيب عرفوا بعدين ان ابو سفيان نجا بالقافله وانها افلتت. طيب خلاص نرجع. فابو جهل قال لا نرجع ازاي بقى؟ والله لا نرجع حتى نرد بدرا اللي هي من أحواز المدينة قريبة من المدينة حتى نرد بدرا فننحر الجزور يعني ناكل ونشرب ونحتفل ونسهر وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. دي إيه دي حاجة كده كرامتنا يعني وأبو جهل ده يعني انت لما تقرأ السيرة تحس إن هو كان إيه كان مسؤول الملف. هو دايما عنده المبادرة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم واي حد يطلع يحاول يهدي الموضوع ابو جهل هو اللي يتصدى له ويهاجمه حتى يرده. فرغم ان الناس كان عندهم استعداد يرجعوا بحميته واثارته وشجاع يعني تشجيعه وتحريضه لهم خرجوا. لدرجه ان اميه بن خلف مثلا هو احد كبار قريش اراد ان يخرج ابنه قال له انت يعني خلاص بقى تجمر كالنساء انت هتقعد هنا زي النساء. فاستثار ايه ابن. استثار حميته فخرج بنفسه أمية بن خلف وقتل. فجهزوا جيشا من 1000 وذهبوا صاروا الى بدر يعني كان اللقاء عند بدر. فهنا وقعت هذه المعركة. طبعا المشركين كانوا 1000 والمسلمين كانوا 313 314 ووقعت هذه المعركة الفاصلة التي سميت الفرقان. سميت طبعا المعركة دي قتل فيها قادة قريش الكبار الزعماء الكبار يعني قتل أبو جهل نفسه فرعون هذه الأمة قتل أمية بن خلف قتل عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة الوليد بن عتبة قتل أبو البختري بن هشام يعني
قتل القادة، عيون قريش، عيون قريش الكبار، لدرجة أنه الراجل أول واحد وصل إلى قريش بخبر المعركة اسمه الحسيمان الخزاعي، قال يا معشر قريش قد يعني جاءتكم المصيبة، قتل فلان وفلان 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 وفلان. فصفوان بن أمية قال ده مجنون، يعني ده أكيد مجنون، يعني واحد إيه خد صدمة نفسية مثلا من الحرب ومجنون، اسألوه كده عني أنا. فقال له طب إيه رأي صفوان بن أمية قتل ولا لا؟ قال لهم لا ده هو قاعد قدامكم أهو. ما كانوش متصورين إن ممكن حرب يفنى فيها هؤلاء القوم، وجوه القوم. نعم. ولذلك ورد حتى إن أبو لهب مات كمدا بعد غزوة بدر بسبع ليالي. يعني غزوة خذها أبو جهل وأبو لهب مع بعض. أبو جهل وأبو لهب، وهذه الصفوة الكبار. فلأجل هذا كانت معركة بدر معركة فاصلة، لأنه قريش التي استعدت للحرب، وقريش هي سيدة العرب ومكة هي عاصمة العرب. دخلت حربا هي مستعدة لها ضمن أمام مجموعة مقاتلة غير مستعدة للحرب، ومع ذلك هزمت هذه الهزيمة الكبيرة. فنقدر نقول أن بدر أعلنت عن بالتعبير المعاصر يعني بزوغ قوة إقليمية في الجزيرة العربية. يعني بدل ما كان منطقة الحجاز دي ما فيهاش غير مكة، فبقى فيها قوة إقليمية أخرى منافسة لها هي المدينة المنورة. بس في حاجة غريبة في كلامك أو في الواقع، يعني إنه المسلمين كانوا طالعين ياخدوا العير القافلة، الكفار كانوا طالعين يدافعوا عن شرف قريش، يعني عشان العرب ما تضحكش علينا. لا المسلمين يعني راحوا للهدف بتاعهم اللي هو القافلة العير، ولا الكفار وصلوا للهدف بتاعهم اللي هو الدفاع عن شرف، بالعكس قريش انحدرت تماما. وهنا هذه إرادة الله، لأن لا المسلمين كانوا حابين يروحوا للنفير يعني، بل وصفهم الله تبارك وتعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني المسلمين ما كانوش عايزين الحرب. يحربوا. وأولئك بقى إيه اللي كان تبين؟ معلش يعني أنا بناقش النص القرآني، يعني إيه اللي كان تبين وربنا بيعاتبهم بعدما يعني. تبين يعني ان هم صاروا فعلا في مواجهه الجيش، يعني هم افلتت القافله وصاروا فعلا امام تحدي مواجهه الجيش. تمام. فالبيان هنا اللي هو ان الجيش في النقش. نعم، انه صار الموقف مش تبين، بمعنى انه انت شفت زي بتوع موسى كده اللي عدى بيه. لا 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 لا, لا 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 طبعا لا مش هذا البيان هنا. القصد البيان إن الموقف الموقف صار واضحا وصار لا فكاك من مواجهة الجيش. طيب ما هو كأنما يساقون إلى الموت. نعم، لأنه أنت لما تحسبها بقى بتقول 314 مش رايحين أصلا لقتال، علشان كده وبيقتلوا ألف مستعدين لقتال، وأصلا علشان كده البدريين لهم مكانة عليا بين الصحابة. يعني أنت لما تقول ترتيب الصحابة كده من الأعلى إلى الأقل يعني، فأول الصحابة الخلفاء الراشدين، وبعدهم العشرة المبشرين بالجنة، وبعدهم البدريين الناس اللي حضرت بدر، لأن دول كانوا عندهم الجاهزية إن هم في لحظة رايحين عندنا قافلة جت إخبارية بوجود قافلة، فانبعثوا من تلقاء أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي في الناس إن كلهم يحشدوا، ده دول الناس اللي كان عندهم الأسبقية والجاهزية والمبادرة. ان في قافله فخلاص، يعني هم قالوا البعض. يعني من راى انها قافله ولم يرى انها حربا فلم يهتم انه يخرج، يعني المهمه بسيطه، هذه قافله وما قافله يعني خلاص، طالما طلعوا فلان و300 خلاص يعني. يعني كان ممكن يطلع عدد اكبر. طبعا، لكن ما كانش حد عارف انه ايه، ان فيها حرب. متى تبين لهم انها حرب؟ لما افلتت عير ابي سفيان وجاء الخبر بوجود بخروج جيش قريش، وهنا حصل الجدال حوالين الموقع اللي هنقف فيه. نعم، فيما بعد بقى بعد ما تقررت الحرب حصل. أنا بسأل سؤال، متى تقررت الحرب؟ ما هو أنا بقول تقررت الحرب عندما وصل الخبر بوصول جيش قريش وبخروج جيش قريش وقصد المدينة القافلة، وإن القافلة أفلتت. صار بعد كده الحوار، حوار كيف نحارب يعني. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يأخذ رأي الأنصار،
لأن المعاهدة التي بينه وبين الأنصار بيعة العقبة الثانية كانت حمايته داخل المدينة، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم ونساءكم وأهليكم. دي كانت المعاهدة، إن الأنصار يحموا النبي صلى الله عليه وسلم ممن قصده في المدينة. طيب إحنا دلوقتي خارج المدينة، خارج المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فقال فأحسن القول، قال قام عمر فقال فأحسن، قام المقداد فقال فأحسن القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شوية إيه أشيروا علي أيها الناس. فسيدنا سعد بن معاذ وكان زعيم الأنصار قال كأنك تريدون يا رسول الله، يعني الناس الكبار اللي قامت وتكلمت دي يعني قالوا فيهم الغناء، فكأنك الآن لما بتقول كأنك تقصد الأنصار تحديدا. قال نعم. فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل قط. الكلام ده كله في الموقع الحرب؟ نعم، بعدما تقررت الحرب، يعني في الموقع. نعم. أزول. نعم. مش في البيوت، ما مش لا 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 في مش في البيوت، لا لا، هذا كله هؤلاء الذين خرجوا. أي بحر كان يقصد سعد بن معاذ؟ لا هو بيقول له لو استعرضت بنا البحر، يعني لو احنا قدام بحر بالعرض وانت دخلت البحر ده سندخله وراءك، ما تخلف منا رجل قط، تعبير عن شدة الاتباع. احنا معك. نعم. إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. وطبعا المقداد قال قبله يا رسول الله فإنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وإنما نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع هذا أوحى الله إليه أنهم منتصرون، وقال أبشروا فإن الله قد وعدني النصر ولكأني أرى مصارع القوم. الناس اللي عندهم هذا الاستعداد ينزل الله عليهم هذا النصر. لحظة، ما بين الرؤية بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي بالنصر وإني أرى مصارع القوم والآية اللي قبلها يجادلونك كأنما يسافر، لا هذه الآية نزلت بعد المعركة، بعد انتهاء المعركة. المكان الموقف. نعم الموقف. ها يعني نقدر نقول هذه الساعات، هذه الساعات يعني كان الأول جدال. نعم. ثم الجدال ده كان معناه الناس عايزة تحارب. نعم، شعور نفسي ان احنا مش مستعدين نحارب ومش جايين مش مستعدين. نعم. ولو كنا نعرف ان وراءنا قوما بالمدينة لو علموا انها الحرب للحقونا. يعني معنى كده الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي كان مصر على الحرب. ما احنا بنقول انه كان فيه هذه الآراء، انه احنا دلوقتي هذا الاستعداد مش استعداد حرب. طيب تمام تمام. انما تقررت الحرب، تقررت الحرب مش بارادتنا الذاتيه، مش بقرار رسول. مش بارادتنا الذاتيه، فرضت علينا. يعني خلاص قريش طالعه برجالها وملئها وبتاع، ولو انسحبنا الى المدينه ستاتي وراءنا الى المدينه. ففي ناس قالت لا احنا مش جايين الحرب، احنا كنا جايين القافله، والقافله خرجت خلاص، فنرجع الى المدينه مثلا، نرجع الى المدينه وهناك نقاتل من قصد المدينه، وفي رأي تاني لا نستنى ونقاتل. نعم، بحيث انه تقررت الحرب. يعني طيب مين اللي اقر، يعني الغلبة بتاع رأي ان احنا خلاص هنحارب كانت مين اللي غلبة، يعني متى تغلب هذا الرأي؟ كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم وكبار المهاجرين والانصار هو على الحرب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عايز الحرب، وكبار المهاجرين والانصار، انه هذه الحرب تقررت، وان مسألة الانسحاب الى المدينة قد تضيع المكتسبات اللي احنا عملناهم في السنتين اللي فاتوا. احنا قلنا بدر دي اقرب الى المدينه لكنها خارج المدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم في خلال السنتين اللي فاتوا كان يعني عمل احلاف او عمل مصالحات، عمل نوع من النفوذ السياسي ان صح التعبير فيما حول المدينه. ففي اول اختبار عسكري مهم لو تم الانسحاب الى المدينه ووصلت قريش بجيشها الى المدينه نفسها، فهذا نوع من الضعف والانسحاب الذي قد يهدم وقد يجرئ هذه القبائل التي حول المدينة على أن تقصد المدينة أيضا. يعني أفهم من كلامك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشير الناس في حاجتين، أول حاجة ندخل الحرب أو لأ، وتاني حاجة مكان الحرب. نعم. أول حاجة ندخل الحرب. نعم. فالآية الكريمة بتعبر عن ده يجادلونك معلش
ممكن تذكرها تاني؟ الله تبارك وتعالى يقول عن في وصف المؤمنين، يعني يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. دي الآية اللي بتصور، نعم، اللي بتصور شعور إنه نحن خرجنا للحرب للعير ولم نخرج، وفوجئنا بالحرب. في موقع العسكري في الخطة العسكرية كان الرسول برضو بيشير الناس معاه. نعم، هي طبعا وردت روايات الحباب بن المنذر، وإن كان بعض المحدثين يضاعفها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار موقعه خلف بئر بدر. أي. فالحباب بن المنذر قال: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله فلا نستطيع أن نتقدم عنه أو نتأخر، يعني هذا من عمل الوحي أم هو الرأي والحرب والمكيدة، ولا ده رأيك البشري؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإن هذا ليس بمنزل. طيب أنت شايف إيه؟ قال: أرى أن نأتي قبل بدر، يعني قدام البدر، ونغور ما حولها من الآبار، فلا يكون عندهم ماء، يعني ما يبقاش عندهم مصادر، فمهما نقعد وبتاع يبقى فنشرب ولا يشربوا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الحباب ابن المنذر في هذه المعركة. ودي رواية ضعيفة عند المحدثين وضعيفة، بس نرجع بقى نتقدم شوية. في غزوة الخندق برضو فكرة الخندق كانت فكرة أحد الصحابة، سلمان الفارسي رضي الله عنه. طيب، بس احنا قبل ما نوصل للخندق دلوقتي، أنا بس عايز أقول إنه معركة بدر عملت إيه؟ نقلت المسلمين من فئة مارقة ومجرد مشكلة محدودة وقبيلة عادية من الناس اللي ساكنة مكان، إلى قوة إقليمية في جزيرة العرب. تمام جدا. طيب، وترتب عليها إن أغلب المشركين اللي كانوا موجودين بالمدينة أسلموا ودخلوا في الإسلام، ومن بعدها ظهر النفاق، يعني في بعض الناس الذين زعموا الإسلام. يبقى هيبدأ يتغير كده إيه الشكل الاجتماعي الموجود في المدينة المنورة، بدل ما كان فيه مسلمين ومشركين ويهود، هيبقى فيه مسلمين ويهود، بس المسلمين دول بدأ يظهر منهم من أسلم بلسانه ولم يؤمن بقلبه. هتبدأ إيه تتغير، متربط في التصنيف، في مسلمين كان الأول، في مسلمين ويهود ومشركين، ناس عرب ما أسلموش، ويهود وفي أهل الكتاب، ما هم الأهل الكتاب وهم اليهود. فدلوقتي لا، هو كان ورقة، ما كانش مسيح، كان يهود. لا هذا مات وكان في مكة. لا، بس قصدي كان في جزء من المسيحيين يعني في المدينة. لا، ليس لهم وجود. ليس لهم وجود. إذن في مسلمين ويهود ومشركين. هؤلاء المشركين أسلموا بعد بدر، منهم من أسلم خلاص قناعة وإيمانا، وانت عارف ان أكتر حاجة بتنشر الأفكار هي انتصارها في الواقع، زي ما دلوقتي أكتر حاجة نشر الإعجاب الأفكار الأمريكية والليبرالية والإعجاب بإسرائيل. نعم، الانتصار. وهناك من أسلم بلسانه ولم يؤمن قلبه، وظهر النفاق، لأنه وضع المسلمين بقى وضع أفضل وأكبر من حالهم قبل بدر. وبدأت تظهر عداوة اليهود، لأن اليهود كانوا قبل ذلك عاملين نفسهم ملتزمين بالمعاهدة الصحيفة. لا، بدأ بعد بدر تظهر عداوة اليهود للمسلمين. تمام، فهذه معركة بدر. طيب، إذا رحنا بقى لمعركة الخندق الأحزاب، معركة الخندق والأحزاب ببساطة هي محاولة القضاء على الدولة الإسلامية بكل الأحلاف التي نستطيع جمعها في الجزيرة العربية. كان تقريبا كم سنة بين الاثنين؟ بدر كانت في رمضان سنة 2، والخندق أو الأحزاب كانت في شوال سنة 5. 3 سنين يعني. 3 سنين. وهذا من إنجاز النبي صلى الله عليه وسلم، إنه في ظرف 10 سنين عندنا 5 معارك فاصلة، وفي 10 سنوات الإسلام بقى قوة عظمى. طب خلينا أتكلم عسكريا معاك الأول. بدر كانت في الأحواز اللي في تبع المدينة، يعني في أطراف المدينة، يعني نقدر نقول في احنا معانا خريطة هنا، لو معانا الشباب يجيبوا لنا. يا مؤمن، طب ما تطلع خريطة يا راجل. لا، عايزين الخريطة، الخريطة مش ال ماشي الخريطة. لو جبنا اللي قبلها هقول كلمة صغيرة، هات الرسم اللي قبلها ده مثلا شكل رسم بياني للغزوات. هنلاقي الجهاد بدأ سنة 2 هجرية، وكان فيه 8 غزوات في سنة 2 هجرية. الأبراء، برات، الأبواء وبواط والعشيرة وصفوان وبدر الكبرى وبنو سليم وبنو قينقاع والسويق. دي سنة 2، كل دول، كل دول 8 غزوات سنة 2، وبعدين كل سنة 4 غزوات، غزوتين، 4، 2. لا، قول سنة 3 اهي، قول سنة، يعني
ما هي اصله هذه الغزوات غير مشهوره بالنسبه للناس. انا ما تعرف الناس تعرفها، معلش لو سمعها اسمك منها يعني بتقراها مره. طيب تمام. فسنه 3 بقى كان فيها غزوه ذو قمر وبحران واحد وحمراء الاسد. سنه 4 هجريه كانت بنو النضير وغزوه بدر الموعد، غير بدر الكبرى. غير بدر الكبرى. سنه 5 هجريه كان دومه الجندل وبنو المصطلق والاحزاب وبنو قريظه. سنة 6 هجرية بنو لحيان والحديبية، صلح الحديبية. سنة 7 هجرية هذه يعني غزوة تسمى الغابة وخيبر وذات الرقاع وعمرة القضاء، هذه خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. سنة 8 كان في فتح مكة وغزوة حنين وفتح الطائف أو حصار الطائف وفتحها. سنة 9 كانت غزوة تبوك، آخر غزوة كانت سنة 9 هجرية. تمام. فالجهاد الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان من 2 ل 9 هجريه. كل هذه الغزوات خرج فيها النبي بنفسه؟ نعم. كلها بنفسه ولا نعم. بعضهم اشار بي؟ لا لا لا، هذه بنفسه. وحتى هنا ما حطش غزوه مؤته. تمام. هات بقى الخريطه اللي بعدها. الخريطه اللي بعدها معلش. هنا مثلا هتشوف بدر، طبعا دي اسهم كل الغزوات، بس بدر كده سهمها يعني بولد شويه او تقيل شويه، هتلاقيها اقرب الى المدينه من مكه اللي هي دي. ايوه اللي هي دي بدر بالظبط كده، اقرب الى المدينه، الى المدينه، المدينه المنوره هي النقطه. المدينه المنوره اهي. خلينا تمام، اقرب الى المدينه المنوره. تمام ايوه. من مكه. هذه المدينه وهذه مكه، يعني هذه بدر. كان الكفار اتحركوا كل ده. ايوه نعم، عشان يوصلوا كل هنا ده. نعم بالظبط، علشان يوصلوا هنا. خدوا المسافة دي كلها، دي بتقطع المسافة دي تقريبا في 4 أيام كانت. والله لا أتذكر في كم يوم القطع يعني، مش مهم يعني. بس قصدي كانت نعم. خدوا كل المسافة دي عشان يوصلوا لهنا اللي بدر. يوصلوا لهنا، وهنا وقعت المعركة. طبعا هذه الخريطة من أطلس الدكتور شوقي أبو خليل، دي الغزوات كلها، فهو عند كل غزوة كان إيه بيتقل الخط الذي يشير إليه. طيب معلش بس، هو هل مصدر الغزوات كلها كانت مكة؟ طبعا. يعني احد دي كان خروج الكفار من مكه. نعم. لاحد الى احد. نعم. بنو لحيان، بواط. لا لا لا، كل دي بقى ايه، اما قوافل مثلا او اما يعني سرايا عسكريه. تمام، يعني مش شرط يعني احد. ايوه نعم، الكفار جاءوا الى احد. تمام، لكن بواط والعشيره هذه مثلا كانت في قوافل تعبر الى مكه، لان بواط والعشيره دول الاثنين قبل طيب بدل. خيبر، خيبر هذه كانت معقل اليهود، فبعد صلح الحديبية توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي خيبر دي كانت مركز المؤامرات. طيب لكن الأساس إنه، لكن المعارك الأساسية والصراع الأساسي هو الصراع مع مكة، لأن طيب. مكة زي ما قلنا عاصمة العرب. في حنين دي، حنين كانت بعد مكة، ما هو كان فتحت مكة في ذلك الوقت، فغزوة حنين دي بعد مكة. غزوة حنين دي قابل فيها أهل الطائف اللي هم ثقيف. دول يعني رقم 2 في الجزيرة العربية بعد قريش. يعني مكة والطائف هم المدينتين الكبريين في جزيرة العرب. وانت بتعتبرش ان حنين دي من الغزوات الخمسة المهمة؟ هي تعتبر من المهمة، انا بس بكلمك ايه الفاصلة اللي نقلت نقلة كبيرة من قبلها لبعدها. تمام. لكن هي طبعا مهمة كده بقى اللي هم قلت عليهم. يعني طبعا دي بدر اول واحده. الخندق نفسها كانت في المدينه. ايوه تمام. صلح الحديبيه هذه هنا، الحديبيه عند مكه قريبه من مكه. ايوه. ثم فتح مكه، ثم غزوه تبوك فوق هناك، لانه احنا كنا دخلنا كده ايه في المعارك مع الروم. الروم بقى في شمال الايه، يعني غزوه تبوك دي كانت بين المسلمين والروم. بين المسلمين والروم. نعم. دي آخر غزوة. دي آخر غزوة. دي سنة 9 هجرية. نعم. رجب سنة 9 هجرية. تمام. لكن كل غزوات دي كان بيتحركوا منها الكفار، أحد إلى بدر. لا، هذه غزوات النبي مش كلها بيتحركوا منها الكفار، قد يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا قلنا بعد الخندق. الآن نغزوهم ولا يغزونا. ده بعد الخندق. بعد الخندق. اللي هي في المدينة. أيوه اللي هي في المدينة. تمام. تمام. كنت أنت طالب الخريطة لسبب؟ أنا كنت عايز أوريك موقع بدر. فبدر قريبة من المدينة منها إلى مكة. لكن بعد، يعني اللي أنا فهمته منك، بعد بدر، بعد بدر تقدر بدأ تقول النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يتحرك. لا، بعد الخندق. بعد الخندق قصدي. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يتحرك خلاص، لأنه المدينة
صار معروفا عند كل الناس ان المدينة التي عجز عنها حلف كبير بين قريش وغطفان وبعض اليهود ولم يستطيعوا اجتياح المدينة، خلاص صارت الدولة الإسلامية في حكم الأمر الواقع، الحقيقة الواقعية. بدري سنة 2 هجريا، نعم، مش كده يا فندم؟ رمضان سنة 2 هجريا. طيب فتح مكة سنة 8، يعني كان 5 سنين، 6 سنين، 6 سنين بين الاثنين. نعم. في الوقت ده استطاع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بدي معلوماتي جايز أنا غلط، لا لا تمام، إنه يجهز 12 ألف مقاتل، صحيح، ويحاصر مكة من الجبال بتاعتها ب10,000 مقاتل. يعني فتح مكة كان ب10,000 مقاتل. طيب إذا في الست سنين أصبح لدى النبي أو لدى المسلمين 10,000 مقاتل. نعم. رعبوا مكة لما شافوا المجهوم على الجبال. نعم. وهذه من مزايا الحديبية. إزاي بقى؟ إزاي بقى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان 1400. كان إيه؟ 1,400 واحد. معاه الفرسان بتوعه 1400 يعني قوة الجيش الإسلامي كله كانت 1400. أيوة، في سنة 6 هجرية. فبعد سنتين بس بقى عنده 10,000 مقاتل. إزاي حصل؟ إزاي؟ هنا السبب في إن الحديبية سميت الفتح المبين. ليه الفتح المبين؟ رغم إنه طيب الأول إيه هي الحديبية؟ إيه اللي حصل؟ أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج من المدينة معتمرا إلى مكة. كويس. ولم يأخذوا معهم إلا سلاح الراكب، تمام، يعني السلاح الطبيعي اللي بيتحركوا به في القوافل. فقريش عزمت أن تمنعهم من دخول مكة، تمام. جرى وساطات ومفاوضات وانتهى الأمر على معاهدة اتفاقية صلح تم عند الحديبية. منعوا به النبي أنه يوصل، منعوا به النبي أن يوصل. كانت الصلح ده بنوده كالآتي: إنه هدنة 10 سنين يوضع الحرب بين الفريقين، وإن محمد يعتمر السنة القادمة لكن السنة دي لا، ما يدخلش مكة. ومن جاء من يعني من جاء من المسلمين يسلم نرجعه، ومن جاء من الكفار إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإن بغير إذن وليه فإنه يرده. كلها حاجات في صالح الكفار. ومن أراد أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. يبقى لما احنا نتكلم عن الحديبية دلوقتي، يبقى هم خرجوا لكي يعتمروا، لا هم اعتمروا ولا هم قاتلوا وانتصروا، وأجبروا وأجبروا على معاهدة شكلها كمان ايه؟ هزيمة. هزيمة. ومع ذلك سماه الله تبارك وتعالى الفتح المبين. ليه بقى؟ ليه؟ الحديبية أشبه ما يكون الآن بالاعتراف الدولي. انك قعدت معايا انت وجبارك وعملت معايا معاهدة. هذه الهدنة، هذا الاعتراف الدولي، وجود يعني الدولة الإسلامية كقوة معترف بها، وهو الذي أدى إلى أنه في الفترة ما بين الحديبية وفتح مكة السنتين دول أسلم مثل الذين أسلموا منذ بدء الدعوة إلى الحديبية. العدد اللي أسلم بعد صلح الحديبية قد العدد، لأنه قبل كده كان أي واحد عايز يعمل علاقات سلم مع المدينة مثلا أو عايز يدخل في حلف المدينة بيبقى مباشرة بيعادي قريش. يعادي قريش يعني الأموال والمصالح التجارية وزيارة البيت، يعني كل دي أمور متعطلة. ما تزال برضو المدينة المنورة، صحيح، وجود يعني زي أي حد مثلا دلوقتي برضو مع الفارق الكبير، أنا بحاول أقرب الصورة، زي اي مثلا واحد بيتعامل مع قطر بيبقى مباشره بيعادي السعوديه، طبعا، او بيعادي الامارات، زي اي واحد بيتعامل مع ايران يبقى مباشره بيعادي امريكا. يعني في ايه؟ في حسابات سياسيه لاي حد عايز يتعامل. تمام. وقت ما يحصل معاهده واتفاق سلام فبتبدا الامور ايه؟ تنفرد. فكاني معاهده الحديبيه اعتراف كامل بهذه القوه، تقدر تقول اعتراف اقليمي، يعني اعتراف اقليمي زي يشبه في وقتنا ده الاعتراف الدولي، انك تبقى دولة في الامم المتحدة وليك سيادة ومحترم وهكذا. والمعيار بتاعك اللي انت قلت عليه ان النبي ذكرها او القرآن، نعم، ذكرها، سماها الفتح المبين. واحنا بنقول اهو النتائج الواقعية انه في خلال السنتين اللي بعد الحديبية اسلم مثل الذين اسلموا من اول الدعوة الى الحديبية، ومنهم من كانوا من كبار قريش زي خالد بن الوليد وعمر بن العاص. طب عندي وقفة معك هنا لان الوقت خلص للأسف، بس عندي وقفة هنا. انت بتقول يعني في فتح المدينه بعد غزوه بدر
بدأ يدخل منافقين وبدأنا نشوف مسلمين ويهود. نعم. وفي منافقين. ورغم المعلومة دي القوس ده يعني اللي هو المنافقين، إلا إن الفتوحات بعد كده كانت بمنتهى الإخلاص، كانت بمنتهى القوة والجسارة. نعم. وكانت الناس بتقبل على الحكاية دي، على الفتوحات يعني، بإيمان. هو النفاق نفسه دليل على أنت عمرك ما بتنافق حد ضعيف، أنت بتنافق أصلا حد قوي. قوي. يعني هو تحولهم من مشركين إلى منافقين ده دليل على تعاظم مكانة المسلمين. طيب. طيب، فلا شك أنه مع توالي الانتصارات وتوالي التعاظم في القوة، حتى معسكر المنافقين ده بيتفتت. يعني حتى معسكر المنافقين ده فيه من دخل أول الأمر نفاقا ثم حسن إسلامه فيما بعد. تمام. وكانت سياسة النبي في التعامل مع المنافقين أيضا سياسة حكيمة، بس ده موضوع إيه كبير جدا، بس عايزين ناخده. الله يخليك. طيب. ناخده إن شاء الله. فوصل لهنا 10,000 ما بين صلح الحديبية سنة 8 صلح الحديبية سنة 8 إلى فتح مكة سنة، فإحنا بنقول كان 1400 معاه في الجيش، بقوا في مكة كام؟ 10,000. أنت هنا مش ست، مش 8، مش سنة 8، سنة 6 هجرية. 6 لفتح مكة سنة 8 سنة 8 بقى معاه 10,000 من 1400 محارب، من 1400 محارب إلى 10,000 يعني محارب. حوالي كام يا مؤمن؟ يمكن أنت تجيبها صح، حوالي حاجات كتيرة يعني. ما هتعمل لي كده، مش عارف أنا إزاي راحت فين. طيب، على كل حال يعني حوالي يعني رقم كبير أصبح معاه هذا الرقم إلا هيخش بيه فتح مكة. دي الخريطة بتاع فتح مكة أهو، مع اللي دي بعرفت الخندق فين. قدامي انا، مش قدامك انت، قدام الشاشه على الناس. ما هي هتعالي علي هنا، علي بدا. دي معركه الخندق. طبعا معركه الخندق دي، طب ما تخليها الاسبوع الجاي. لان طيب. علي تعب مني. انا اقوم علي ما يجيبش الخرايط، اعرف انه عايز ايه، يقفل الحلقه ويمشي ويتضايق من الضيوف. احنا ما نقدرش نزعل استاذ علي. لا، عارف انت لما تبقى معاك ضيوف عندك في البيت وبتاع، والدتك ووالدك يتضايقوا من الضيوف، ما يقدم لهمش شاي ولا قهوه ولا بتاع، بس يرحبوا بيهم، اهلا يا حبيبي والحاجات دي. طيب. فعلي بيقول لك كده دلوقتي. لا، احنا احترام من الاستاذ علي. خلص. انا وديتك في داهيه يا علي. على كل حال، طيب، اذا بس خلينا واقفين. طيب. عند المعلومه دي، حضرتك بتقول صلح الحديبيه كان مهم جدا، لان الرسول كان لديه 1400 فارس، بعد سنتين بقوا 10,000. ان شاء الله ممكن الحلقه الجايه نبدا من الاحزاب اللي هو الخندق، لان احنا ما خدناش بشكل جيد، ونروح للحديبيه وفتح مكه وتبوك ان شاء الله. استاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه، بشكر حضرتك جدا. شكرا. وانا عايز اقول لك انا استمتعت بال، الله يكرمك ويبارك فيك، بحوارك زي كل مره، بس النهارده استمتعت جدا والله. ولعل ناس كتير ما كانتش تعرف يا بدري دي ليه الموضوع. نعم. والمسلمين مجموعه ناس، انا اسف يعني، انا مش قصدي، بس نهابين طالعين يسرقوا قافله ونخلص والقافله هربت وبتاع. نسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. بشكرك جدا استاذ محمد. اعزائي المشاهدين، حرصا على سلامه وصحه الاستاذ علي هضطرني الحلقه كده. سلمت راسي. الحلقه لحد كده خلصت، الى ان اراكم ان شاء الله غدا في حلقه جديده. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.